إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس، وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا، ويواسيهم وإلا حاذ عن باب الصفا، وهو من أكبر حب عند رب الحرمين. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا، قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين. صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها، لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها، هانا مطرود رجس فاجر في برها، تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدين. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ما
ضاق بي يا جيد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ ذرعين من صبر وعزم سابغ، بني ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين، وكأني بك بالطف غسيل بدماك، وبجنب النهر مطروح ولا يروى ظماك، وبسيف الشمر مذبوح حبيبي من قفاك، وبجرد الخيل قد حطمنا منك الجانبين. هومت عيناه على قبر رسول الله، وإذا به يرى النبي في عالم النوم، بني اخرج من ارض المدينة يا حسين، مهجة الزهرة فوق قبر المصطفى ينوح، ينادي من الدنيا يا جدي ملت الروح، اتعفر على قبره وزفر زفرة المهضوم، وغمضت عينه وشاف جده بعالم النوم، ضمال صدره والدمع بالخد مسجوم، وقلب حريمك والاطفال الكربلاء روح. يا حسين سافر وترك ديارك والاوطان، جني عاين جثتك للخيل ميدان، والراس مثل البدر يزهر فوق الاسنان، من تنظر زينب تشوف اقبال هيلوح، بذبحك يا عقلي تنجي الشيعة من النار، وبذبح شبانك وذبح اطفال الصغار، وتصير لجلك كربلاء مقصد الزوار، من عالم الذر هالامور مكتوب باللوح. يا حسين سافر بالحراير والنساوين، تنذبح يا ابني ونسوتك تدخل دياوين، خل تنصب الشيعة النياح عليك يا حسين، وانت لتنجيها ويصير الذنب مصفوح. لكن انا اشدكم يا شيعة ردوا جواب، لو تنفني جملة الشيعة شيخ وشاب، ما يعادل وقوع حسين من مهرة للتراب،
لا والذي من قبل آدم علم الروح فسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيدى مجدا قاصد البيت العتيق فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق نحن أنصارك فقدي امس ترى قرة عي لما سمع محمد قام ووصل إلى ناقة الحسين قبض الزمام إلى أين أبا عبد الله أولم تعدني النظر فيما سألتك قال بلى ولكن أمر من ربي وجدي أخذ يعفر خدود بتروح أبو علي وهؤلاء الشبان أمامي وقام يهل دمعة على خدوده يقلهم تشيلون عني ودوركم تبقى خلية قفرة وبيها ينعب غراب المنية وابقى حليف الحزن ودموعي جرية مقدر على هالحال يا نسل البهالي قال لو دموع العين تجري وقربه يفور كلنا يا اخويا مفصلنا بكربلاء قبور ولا لك ويانا يا محمد قبور محفور الله يا مدمومين بوادي كربلاء تسيل لازم بطف الغاضرية يحل زلزال ولازم تخوض خيولنا بدموم الرجال وتالي النهار الظل ضحايا فوق الرمال كلنا عرايا الدوس فوق صدورنا الخيل هذا الذي قدر لي الباري وراده يبقى على التربان خدي بلا وساده ولا اشوف لك وياي يا محمد شهاده تحسر محمد ويح قلبي وصاحب الويل قال شبيت نار بمهجتي وهيجت همي الكم يا خويا الفوز وانا الحزن سهمي والله لخلي الدمع طول العمر يهمي ولا بطل من النوح لنهار ولا ليل ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن أول بيت وضع للناس البيت وهو المعرف بالألف واللام والمشار إليه في الآية الشريفة بأنه الكعبة المشرفة رزقنا الله وإياكم الوصول إليها أول بيت كما ورد في بحثها الروائي أنه أنزل الله سبحانه وتعالى آدم من الجنة أنزله الأرض فألقى ياقوتة حمراء
في موضع الكعبة، وطبعا هي نقطة الارتكاز، ومنها دحية الأرض. هذه الياقوتة أضاءت موضع الحرم، فأمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يحد حدود الحرم. إبراهيم وإسماعيل عهد الله سبحانه وتعالى إليهما ببناء البيت، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولكن آدم هو أول من طاف بالبيت، هذا موضع الكعبة. ثم أمره بأن يحدد حدود الحرم، فحدده في مساحة ما أضاءت هذه الياقوتة التي الله سبحانه وتعالى أمر بأن تكون في هذا الموضع. ثم بعد هذا ما عمله آدم، جاء إبراهيم عليه السلام أيضا بأمر من الله متمما لما تقدم به نبي الله آدم عليه السلام، فقام ببناء الكعبة. وهنا الله سبحانه وتعالى عدة أوصاف لهذا البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني هو أول بيت، من صفاته أنه مبارك، مبارك، بارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي قاصده. اقرأ الروايات: ومنها ما قصده أهل بيت إلا واستغنوا. احنا كثير عندنا النظرة المادية، يعني من يروح الحج يرجع مليونير، لا، الغنى غنى النفس، غنى الإيمان، غنى التقوى، غنى الورع، غنى الانسلاخ من المعاصي. كثير من الناس يروح إلى الحج ويرجع والحمد لله ما كانت عنده من بعض المساوئ، بعض الذنوب، بعض الصفات السيئة، يقول خلاص أنا طفت بالبيت وأديت أمانة كانت في عنقي، فلا أحتاج بعد إلى الرجوع إلى هذه المعاصي، ولا أحتاج إلى هذه الانحرافات. فيبارك الله له في جسده، يبارك الله له في ماله، يبارك الله له في عياله، هذا قاصد البيت. هدى للعالمين أيضا في نفس المضمون كلامنا، أنه يهتدي الإنسان بقصده لهذا البيت المشرف. ثم موضوع آخر يقول سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات. الآية المعجزة التي هي من قبل الله سبحانه وتعالى، المعجزة دائما يعني من باب الإعجاز، أي هي خوارق العادات التي ترقى عقل الإنسان، التي هي أرقى من عقل الإنسان. حجر ينزل من السماء، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، هذا المقام اللي الآن عليه شرطي، ما أحد يقدر يوصل إلى جانبه ويوقف، حتى يوقف ممنوع، مو بعد يصلي. مقام إبراهيم إلى قضايا وقضايا وروايات، منها قالوا إنه هو النشز الذي لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم
عليه السلام قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا رقى هذا النشس يعني المرتفع فأذن في الناس فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. سنة التلبية شلون؟ تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعضهم أضاف عليها لبيك وبعضهم لا، لا شريك لك. هذه التلبية أنه لبي نداء إبراهيم عليه السلام. ولما كما تقول الرواية انتهى من ندائه أثرت رجلاه في الحجر، ولهذا لما توقف وتطالع أعلى المقام أثر رجلين إنسان، روي أنها أثر رجلا إبراهيم عليه السلام. المقام اللي أيضا روي أنه هو المرتفع والمرتقى الذي كان إبراهيم يرقاه في وقت بناء الكعبة، فمن الإعجاز نزل بهذه الهيئة، ولكن كلما رقت الكعبة درجة رقى ذلك المقام بقدرة الله سبحانه وتعالى، إلى أن بنى إبراهيم الكعبة فعاد إلى صورته الأولى. نشوف نظرة الأمة إلى هذه الآية، ترى مو كل الناس يقدس الآيات، لا، بعضهم لحاجة في نفسه، إن كان سلطان خوفا على كرسيه وسلطانه، إن كان إنسان صاحب نفس مريضة حب التسلط والأمر بلا معنى. هذا المقام كان ملصق بالكعبة، أهل الجاهلية أزاحوه عن مكانه وبقي لما بعث نبينا صلى الله عليه وآله، أمر أصحابه: أعيد المقام إذ وضعه أبي إبراهيم. هذا مو موضع، وهو أعلم صلى الله عليه وآله. إجوا أعادوا المقام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، جاء الأول فقالوا أنه يزاحم الحاج، فقال: ما كنت لأبدل ما وضعه وضع النبي صلى الله عليه وآله، أنا ما أغير. امتنع أبو عبد الله، وصل قال: يلا أبعدوا. فالآن تشوف الطواف، انظر إلى المسائل الشرعية في الطواف، يعني بعض الفقهاء وخاصة من الإخباريين الشيخ حسين الشيخ يوسف، تشوف أنت الطواف بين المقام وبين الكعبة، من خف المقام ربما لا يعد طواف، إلا الآن في الأحكام والتشريعات لا يجوز له أن يطوف من خلف المقام، لكن اللي على مقلده مثلا من فقهائنا الذين رحلوا رحمة الله عليهم يقول لك لا، يطوف بين المقام وبين الكعبة، وهذا أمر في التشريع. ولم يرجع المقام إلى ما كان عليه، ما رجع. نرجع إلى الآية الشريفة، وبعد أن ذكرنا مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني مقام إبراهيم هذا موضوع، الموضوع الآخر قال أنه من دخل هذا البيت كان آمنا. قبل القرآن وقبل البعثة أهل الجاهلية
إذا لاذ أحدهم بالبيت لا يمس بسوء. حد يمس بسوء لا يقتصون منه. حتى قيل إن الرجل ليلقى قاتل أبيه في الكعبة فلا يمسه بسوء. نعم يطلع من الكعبة يأخذون الثأر منه، لكن مدام هو ملتجئ بحرم الله وببيت الله لا يمسونه بسوء. ثم يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. شوف المواضيع والصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في البيت الحرام مثابة للناس، قاصد هذا البيت يثاب. لكن القاصد لازم احنا لا نمر مرور الكرام، القصد بماذا؟ القصد الحقيقي، لأن قاصد يطلع إلى، وإن شاء الله بعيدين عن هذا المعنى، أنني أخرج في كل سنة إلى الحج، التبعات أنت بتطلع إلى الحج، التبعات موجودة، الديانة موجودين، يطرق الباب وين راح فلان يدورونه وإذا هو بالحج، أنت عليك ديون كهربائي وبايب فيتر والصباغ والسباك وصاحب القاشي وصاحب الصبة وصاحب كذا والمؤثث وصاحب الأثاث، ها؟ والعائلة، العائلة تطلب منك ما تطلب وبس هو يدورونه وإذا هو حاج. هل هذا يدخل في باب الاستطاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه استطاعة. أضف إلى هذا أن حقوق الناس يضيعها وروح، أو ذاك البعيد يطلع وإذا به يدخلون في كل حملة مخبر، فلان ايش سوى، فلان اجتمع بمن، فلان شاف وين، فلان شلون سوى، واسمه في الحجيج. ولهذا لما قال أحدهم للإمام: سيدي ما أكثر الحجيج في هذا العام؟ قال: قل ما أكثر الضجيج أقل الحجيج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وعملهم، وأن يرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أيضا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه بعد أن الإنسان مأمور أن يتخذ من مقام إبراهيم، لكن قدر الإمكان وحسب الاستطاعة. أضف إلى هذا أيها المؤمن على أن الله سبحانه وتعالى جعل في التشريعات بعض التسهيلات والراحة للإنسان، ومنها أن جعل له إحلالا من إحرامه، وهذا نوع آخر الأنواع من الحج، لأن كان الناس يحجون إفرادا وقرانا، تمتع ما أكو. حج التمتع في حجة الوداع وهي آخر حجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، نزل به الأمر جبرائيل عليه السلام، وإلا النبي صلى الله عليه وآله ساق راحلته إلى البيداء وأهل بالحج. أمير المؤمنين في اليمن وطالع من اليمن وما يدري أهل بأي نوع من الحج، هل هو قرانا أو إفرادا؟ قال: اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وآله، اللي إهل به رسول الله من حج أنا أهل به. فعلا دخل النبي صلى الله عليه وآله ساق الهدي، ثم جاء وطاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة،
ناحر 100 بدنة 63 نحرها صلى الله عليه وآله و37 نحرها أمير المؤمنين عليه السلام، صارت 100 بدنة. فلا يجوز له أن يحل من الإحرام ما دام على الإفراد أو على القران، أستغفر الله، مقرن بالهدي. فطاف بالبيت وصلى الركعتين عند المقام وجاء إلى الصفا ونظر إلى أصحابه، قال أصحابي ابدأوا بما بدأ الله به إذ يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فابتدأوا بالصفا وسعوا 7 أشواط انتهى على المروة. وإذا بالأمر يأتي، نزل جبرائيل، السلام عليك يا رسول الله، ربك يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك قل لأصحابك من لم يحل من إحرامه أو من لم يسق منهم هدي فليحل من إحرامه. ما كانوا المسلمين عدهم هذا النوع، جايين حجاج وإذا بهم يحلون من الإحرام، إذ يجوز للمحرم في هذه الحالة ما لم يجوز له في حال الإحرام، يعني إن كان مخيط أو كان طيب أو صيد أو مقاربة نساء أو يعني ما يباح للإنسان في حال إحلاله من إحرامه لإنشاء إحرام آخر. صار عندهم شيء غريب. قال أصحابي من لم يسق منكم هدي فليحل من إحرامه. ووقف الرجل قال لا نحل وأنت محرم. أنا ما أدري هذا أنت كيف تنظر إليه، هل هو نبي مسير عندك أنت تسير على كيفك؟ والله سبحانه وتعالى أمرك، وإذا كنت رجل مسلم لابد وأن تنقاد لأمر الله. والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت ليش ما تأخذ ما آتاك النبي وتنتهي عما نهاك النبي صلى الله عليه وآله؟ من أنت ومن تكون؟ قال له نخرج إلى الحج ورؤوسنا تقطر من النساء، كناية عن غسل الجنابة. إذا اغتسل الإنسان ابتل رأسه، وقارب النساء يعني إذا أحل من الإحرام. نخرج إلى الحج وأنت أشعث أغبر. قال لو أنني استدبرت من أمري ما استقبلت لفعلت، لكن أنا قدمت على أن أسوق الهادي. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أنا سقت الهدي ممنوع من الإحلال من الإحرام، ليش ما يحل وياك؟ ليش ما يحل علي بن أبي طالب يصير محرم وياك؟ هذه القضية. التفت إليه قال إنك لم تؤمن بها ولن تؤمن بها إلى أن تموت. ومقولته لا زالوا يتشدقون بها، متعتان كانتا حلالتان على عهد رسول الله وأنا محرمهما، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. نبي ثاني هذا مو رسول الله الذي يقول فيه الجبار جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن وين اللي على الأقل يخلي عند ذرة ضمير، مو ما يفهم ومو ما يدري أنه النبي، لكن يأسس إلى موضوع ها أنت الآن تدفع ثمنه.
يأسس إلى موضوع داعش. هذا الأساس مع الأسف نعود إلى ما نحن فيه. فلا يجوز للإنسان أن يحل من الإحرام إلا لحالتين: إما أنه محصور بمرض، أو أنه مصدود من العدو. أيام شباب صغار، إحنا بعدنا في الثانوية ونطلع إلى الحج. أحد العلماء من أساتذتنا كان مرشد إلى الحملة، وذول الشباب اللي معلم في مكتب في مكيف من الصباح وما بيطلع إلا 4 أو 3 العصر، وجسمه لين وبيطلع إلى وين؟ إلى هالغبار. ومو الآن هالباصات المكيفة، أو بتطلع في سفينة من البحرين إلى السعودية، وبتاخذ الباصات لا مكيفة، لا طريق معبد، لا ماء نظيف، لا أبدا. ها؟ أي قضية 82 83 84 أيام اللي رحنا البداية، يعني عناء. واللي شافوا قبلنا يقول لك راحوا بالسبعينات والستينات أدمر من هذه القضية. ويوم شافوا الحر وصلخت وجوههم، صلخت وجوههم. هذا مو معلم على هجير الحجاز وحر الحجاز. اجي الى الشيخ، قال له: شيخنا ترى يقولون يحولونها الى عمره مفرده، وانا ما قال له: تعال انت مو ضامن عمرك يا ولدي. وهذه من افضل العبادات في هذه الحاله. اذا انت الان متقشر جلدك من الحراره ومقاسي العناء، ترى الثواب اعظم، فاصبر ولا تحبط ربعك ومعانيهم وتقول لهم لا يقولون عمره مفرده ما عمره مفرده. لا، اعنهم على تجشم العناء. وإجوا كل واحد يعين الثاني، ويوم انتهى الحاج قال لي: شفت يا ولدي، الآن ها نحن رجعنا إلى مكة مرتاحين، حللنا من الإحرام بعد العيد ومستانسين، وبنرجع إلى أهلنا. لكن لو أنت كان الحجة بعد هي في عنقك وترجع، لازم تأول حجة هذه. فلا يجوز للإنسان محض إرادته: والله أنا اليوم رحت وشفت الوقت قائض أو الوقت بارد وما أستطيع تأدية المناسك. ما دمت أهللت بالحج ونويت على الحج وخرجت من بلادك، عليك أن تؤديه، لأنه فرض من الله سبحانه وتعالى عليك. الأمر الآخر: إذا كان مصدود من العدو. كل الأمم والتاريخ كله ما سمعنا أحد صد عن البيت مطرود، إلا هالأيام إذا ما عندك لاصق وما عندك استكر ممنوع ورجعونك. حجوا قبل أن تمنعوا. يزيد بن معاوية يمنع الناس على شاكلته وعلى ما يرى، وذول يمنعون الناس. وإلا شنو يعني هذا الموضوع؟ تحديد الحجاج وتقليل الحجاج على بلدة لا تكاد ترى على خارطة العالم نقطة، وذول اللي من أفريقيا ومن كل بلاد العالم بالملايين الملايين، تركيا والصين وغيرها، سووا لهم تحديد ما أدري ليش. والصد عن البيت الذي صد هو الحسين، يريد الورود وعدو يصده. تدري انت المرسوم الذي اصدره يزيد بن معاوية؟ اقتلوا الحسين، اقتلوا الحسين وان كان متعلقا باستار الكعبة، اقتلوه وان كان بين الركن والمقام. والركاض يركض إلى العطايا وإلى الشرهات، أقابل بهذا الأمر. ويجى المرسوم إلى عمرو بن سعيد الأشدق، وكان والي الحج، والي المدينة، وكان أمير الحج، وأصدر المرسوم سري جماعتهم بس 30 شيطان لبسوا الإحرام واندسوا في الحاج وأخفوا السلاح ودخلوا في غمار الناس. الحسين بأبي وأمي في طوافه،
قالوا طواف العمرة المفردة، بعضهم قال له طواف الحج، لكن هي أيام الحج خلاص. طاف بأبي وأمي حول البيت، وإذا بأمر النداء يسألون ابن عباس من المنادي؟ قال هذا جبرائيل نادى في أفق السماء، فسمعه المعصوم، سمعه الحسين: اخرج من أرض مكة فإن القوم عزموا على قتلك وإراقة دمك في بيت الله. أتم طوافه بأبي وأمي وصلى ركعتين عند المقام، ثم سعى بين الصفا والمروة وانتهى إلى المروة وقصر وعاد إلى داره وهو يكثر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يمشي خطوات وهو ينادي: لبيك اللهم لبيك، لبى لك يا رأسي بقطعه لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبى لك جسدي برضه بحوافر الخيول لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبت لك رجالي صرعى لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبت لك نسائي سبايا لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبت لك أطفالي قتلى لبيك. هذا وهو يلبي إلى أن وصل إلى الدار ودخل إلى داره، حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل أهرضم أهله، أدلى بخطبته التي أدمت مآقي كل مقلة، وغدا ينادي قابضا بزمام ناقته ابن خولة: ماذا حذاك على خروجك عاجلا يا ابن الأجلة؟ قال الحسين: يزيد في البيت الحرام دمي أحلى، لو لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجل. ثم نزع الإحرام ولبس المخيط وخرج في فناء داره، استقبلته العقيلة زينب لما رأته بهذا اللباس، لطمت على وجهها ونادت: ومصيبته، وأخاه وحسينا، اتقل لنا نازع أحرامك والخلق كلهم محرمين والبيت بك متشرف ومسرور يا حسين. قالها: نزعت حرام حجي دون الأسلام، حجي ما هو فيها الأرض يا بنت الأكرام، حجي بوادي كربلاء مذخور جدام، وأما الأضاحي هل شبول الهاشميين. صوتك هالفتية اللي واجفة ذول الضحايا، لأنها سألته: من أضاحيك أبا عبد الله؟ نادى: أخي عباس ولدي علي بني قاسم عون عبد الله جعفر، يا ابن عقيل يا ابن مسلم. هلموا، نظرت إليهم فأشار إليهم، قالها: هالفتية اللي واجفة ذول الضحايا، أبا وقف على أجسادهم صرعى وضمايا، ويم النهر بضحي بشايل الراية، مفضوخ راسه والسهم في محجر العين، وتحليق راسي دون هالعالم يا حرة، شمر الخنا بالسيف حزن حري ويا هبرة،
ويركب على صدري وانا بحرة الغبرة، وانت على الناقة وعلى جسمي تطوفي، ونزعي للإحرام بنزع سهم مسموم من وسط قلبي ويمتلي جفي بالدموم، وبطلع من قفاي وقلبي بنار مضروم، ودم الجروح تسيل من جسمي الصوم. وكانت ليلة مظلمة، نادى أخي عباس هي الرواحل، وصارت كل وحدة إلها كافل، ونادى أبا عبد الله بأبنائه وأبناء إخوته: يا قاسم أنت أمك رملة، عليك بناقتها. يا علي الأكبر عليك بناقة أمك ليلى. أبناء عقيل أمهاتكم، أولاد الحسن أمهاتكم، وكل واحد أعطى وكل واحدة أعطاها كفيل. وأما العقيلة زينب جاب إيد العباس، جاب إيد العقيلة ووضعها، قال: مثل ما سوى أبويا أنا أسوي يا أبا الفضل، هذه وديعة أبي، تكفلها. ثم جمعهم جميعا. والليلة حرم الحجاج، ولا تقولون الملة مثلا طول علينا شوية، نريد نأدي حق الحسين وشوية نبرد هالحرة اللي في القلوب، أن الناس يخرجون يوم التروية ويدخلون مكة والحسين طالع صاحب رجال دثور وطبق يرعى الشيم، المحامل هيئوها وركبوا عليها الحرم، خايف في حرم الله حرم جدي تنهضم، في حرم الله ورسوله خايف دمنا يسيح، حين سمعوا لكلام أهل الشجاعة واثباو، المحامل هيئوها وللحراير ركبوا، وحين سمعوا بالنياحة حين سمعوا لكلام بالنياحة تنادباو، كل من تسايل وليها وين ناوين الرحيل، صد لعد زينب الحور البطل راعي المرجلة، قال: يا عزيزة علي قومي نروح الكربلة، نادت زينب: يا خويا محملي من يكفلة، قالها: عيناك بشري بيها انا للمحمل كفيل، لا تخافي يا الوديع البطل ما هو بالردود، ما حد بيقرب لخدرك وابو فاضل بالوجود، اسألي لهالراس يسلم يا الوديع وهالزنود. قالت لسالم: ابو فاضل، وتهيأت على ناقتها، محمد بالدار جاء يقوم ويكبو، قال له: ابو علي الم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى، ولكن امر من ربي وجدي لا بد وان اخرج، ان القوم عزموا على قتلي وإراقة دمي في بيت الله. قال: جان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وجان انذبحنا تجيك بس نسوى ويتا، وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد، وعند الوداع اتنحب ذيك الحمولة، هذا يلوج ذاك
خبراتها مولة والأطفال تبكي والحريم تحوم حولة وزينب تنادي هالبيجة والنوح ما يفيد قالها يا زينب سفرتي ايش تصعب علي انا مرتاب قلبي من طفوف الغاضرية بعد الخدر خوفي يركبونك مطية وتمشين حسرة ميسرة للفاجر يزيد وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه أبو علي فكأنما المأوى عليه محرم ربي صل على محمد وآل محمد إلهي بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله سهل مطالبنا يسر أمورنا اكشف كروبنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا إخواني هذه الليلة فيها استحباب وعليكم بدفع الصدقات فإنها تدفع عنكم البلاء جزاكم الله خير الجزاء أعينهم عينكم أعينهم عليكم الله جزاكم الله خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته اللهم فك أسرانا وخلصهم من أيديهم يا كريم رد غرباءنا إلى أوطانهم سالمين غانمين ارحم شهداءنا الأبرار فضل الحاضرين والمؤسسين ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى بمحمد وآله النجبة إلى موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان وثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم السيد طاهر بن السيد محمد رحم الله من قرأ لروحه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم